مشاهدي قناة الحوار التونسي، مساءكم خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحقائق الأربع وملفاتها الأسبوعية. ومن ملفاتنا ليلة هو بلا شك واحد من أخطر الملفات اللي خدمنا عليهم في تاريخ الحقائق، ملف يهزنا لعصابة من نوع خاص، عصابة اختصت في أنها تحتجز نساء ترغمهم على القيام بعلاقات جنسية على الحمل والولادة قبل ما يبيعوا صغارهم. 4 رضع تباعوا بهذه الطريقة، باعت لهم صغارهم. تحقيق خاص للحقائق يكشف الليلة كل تفاصيل هذه العصابة. أي بتقدر تعرف كتير هنا يفكتين؟ أبتري قديش العبيد الرجال اللي كانت تجيب فيهم في النهار معناها قديش؟ مكتمون 7-8. 7-8 في النهار يلزم كنت تمارس معهم الجنس هذوما؟ باش نحضر ويتبقى. اسمها أسماء اختفت من قرابة 3 شهور من دارها. اختفائها مريب بالنسبة للعائلة متاحة. أسماء مستحيل أنها تخرج خاصة من غير صغيرها، لكن ملي خرجت فص ملح وذاب. الحقائق تبع ما صار خروجها ليلة، تتفرجوا في التفاصيل. علقة بولدة شيء غريب، ما تخليشه، ما مفهماش. مش خاصني كنت طلع عليه كما هكا، كنت طلع عليه نموت، أنا ما نموت شيء، مازال صغيرة. في الظاهر هو راجل كبير تلقاه في الباركينج متاع السبيطار، لكنه في الحقيقة مختلس متاع موتورات. مش موتور، مش 2، مش 3. حذاري من السبيطارات وخاصة الباركينج متاع السبيطار. عصابة سرقة الموتورات، ملف يفتح الليلة الحقائق. كل يوم جينا راهو تم سرقة، تم سرقات في السبيطار. معناتها وشنو دي موتورات؟ موتور موتور موتور، اللي يحط موتور خدم السبيطار ما يلقاش. وحط لي كاميرا برامون شافوهم، قالوا راهو راجل كبير ويطلع معناتها يسوق فيه الموتور. الأدى والأمر مش معناتها سرقوا جي كهرباء، يطلع هو يسوق في الموتور هذاك. وليلة الحقائق الأربع يرجع على جملة من الملفات اللي عرضناها لكم في الأشهر الأخيرة. مولة التعاضدية، بيرمي وفقة ويني كيلوتي، تطورات جديدة صارت في هذه القضايا. الليلة مدوكم بالتفاصيل اللي فيها. انطلقت الإيقافات فيه متعلقة بأحد الأقارب متاع السيد هذا واللي كان يخدم معاه في هذا الموضوع، في حين تم إدراج المتهم الرئيسي ومرته في التفتيش. هذه جملة الملفات اللي تسناكم في حلقة عدد 23 للحقائق في هذا الموسم. مساءكم خير، مرحبا بكم. هذه إذن مشاهدينا الكرام جملة المواضيع اللي نقترحها عليكم الليلة في هذه الحلقة الجديدة من الحقائق الأربع. ما بيناتها واحد من أخطر الملفات اللي خدمنا عليه من غير منازع على طول مواسم الحقائق. نعطيكم تفاصيله بعد شوية. حلقة قدمها لكم كالعادة مع جزء من فريق البرنامج، أمين معتوق. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور حمزة، أهلا وسهلا. مرحبا مروة محجوب، أهلا وسهلا. بخضرة حاجة،
مرحبا بالجميع. للتواصل والتفاعل معنا كما العادة عندكم الرقم نتاع الحقائق، رقم الواتساب اللي من خلاله تنجموا تخليونا التعليق نتاعكم مكتوبة وإلا بالصوت، وفريق البرنامج يعاود التواصل معاكم من بعد للبحث أكثر والتدقيق في المقترحات نتاعكم. من الملفات قلت الخطيرة جدا اللي خدمنا عليها التحقيق اللي خدمت عليه هيمن معتوق ولي باش يهزنا إلى عصابة من نوع خاص. فعلا هي واحدة من أخطر القضايا اللي تعرضنا لها، عصابة في الوطن القبلي اللي مهمتها أنها تصطاد النساء المعنفات في محطات النقل البري، يتم اقتيادهم إلى سانية ويتم إرغامهم على الحمل عبر ممارسة الدعارة، ومن بعد يتم المتاجرة بأطفالهم. حاجة تشبه للكابوس اللي بتشوفوه بعد شوية. الحقائق تبع هذه القضية منذ أشهر، واليوم نجم نعطيكم كل التفاصيل فيها وحتى الأحكام الصادرة في هذه القضية. نمشيو معاك مروة محجوب للسبيطارات اللي يلزمنا ردوا بالنا منها. علاش؟ ظاهرة غريبة في سبيطارات حمزة، أكثر من سرقات الموتورات قاعدة تصير في الفترة الأخيرة. نحكي ومش على موتور، على 12 شهادات تحكي على ظاهرة هذه. تمشي بموتورك يتهز يمشي يتهز يذوب من وسط السبيطار، من الباركينج متاع السبيطار، وتنشوفوا هذه التفاصيل في تحقيقك بالنسبة لليلة. بوخضرة حاجي باش يمشيوا معاك إلى اختفاء مريب لسيدة في الظاهر ما فما حد شيء يفسر اختفائها. نعم حمزة، المرة هذه باش نزوكم لمدينة الحمامات وين اختفت أسماء بنت 25 سنة، متعلقة بولدها اللي عمره عامين ونص، متعلقة بعائلتها، لكن فجأة فص ملح وذات. وهو كذلك هذه جملة الملفات اللي تنتظركم في الحقائق الليلة. ثم زاد باش نرجعوا في متابعة لجملة من الملفات اللي كنا تعرضنا لها واللي تقدمت فيها الأمور إما بالأحكام أو بالأبحاث. بعد لحظات تشوفوا كل هذه التفاصيل. أول ملفاتنا لليوم باش يهزنا إلى واحد من أخطر القضايا اللي خدمنا عليها فيما يتعلق بالمتاجرة بالأشخاص. على شنو قاعدين نحكيه؟ نحكيه على جملة من الضحايا، مش واحدة وإنما مجموعة من الضحايا، مجموعة من السيدات اللي باش يتم اقتيادهم بطريقة معينة إلى مكان عبارة على سجن، مش سجن فقط، إنما سيتم إرغامهم على ممارسة الجنس وإرغامهم على الإنجاب. علاش الإنجاب؟ على خاطر العصابة مخطة من بعد باش تبيع الصغار. وهذا فعلا شنو اللي صار. قضية يتصوروا برشا انها ما تجي كان في فيلم، ولكن عرفتها تونس في الوطن القبلي والحقائق الأربع. تبع الموضوع تحقيق أيمن معتوق. تليفون وبطاقة تعريف. هذا مد واسكت. يا مدام سامحني يا مدام. عالسلي بواحد بصفة لي أصلا، يعني من الضرب والعنف عالسلي بي بسي. كل مرة طيب عام 22 جابت لي صغير لولو، عام 23 صغير آخر. هذه جهاد عمرها 29 سنة مطلقة، طليقها عيفها في حياتها وكان ديما يضايق فيها. هربت من البلاصة اللي كانت تسكن فيها ومشيت في اتجاه قليبيا، وعدات ليلتها في محطة اللواجات باعتبارها ما تعرف حد. وهذه منيرة كما سميناها، شافت جيهان في محطة اللواجات هايمة، تعرفت عليها
وسألتها على وضعيتها، وكي عرفت إنها هاربة وما عندها وين تبيت طلبت منها تهزها لمرأة طيبة باش تسكنها عندها ماكلة شربة وتزيد توفر لها خدمة من فوق. شيهان فرحت ووافقت ومشيت معاها للهوارية وهزتها للمرأة اللي حكت لها عليها. المرأة هذه اسمها فاطمة، فرحت بجيهان وأعلمتها أنه باش تعاونها على قضية الدار وتعمل معاها ضريبة فلاحة وتعمل لها شهرية وتسكنها معاها في استوديو. ثاني نهار الأمور كلها تبدلت. مد لك التليفون عش بنتي شو نكلم دارنا؟ ما عندك ما تكلم حتى حد، مد بطاقة تعريف تحرك. فاطمة فكت الجهان تليفونها وبطاقة تعريفها وأعلمتها إنه عندها مهمة أخرى باش تبدأ فيها من ليلة بخلاف الفلاحة وقضية الدار. للا ماكش هنا راك باش تاكل وترقد وكها والسلام عليكم. ريت انتي من غدوة راك باش تولي تخدم. تجيب لها رجال باش يمارسوا معها الجنس.
سميتهم لها فاطمة الزوز عائلات في الحمامات. الحقائق الأربع توصل إنه يوصل الجهات الضحية اللي بعت لها فاطمة زوز صغارها. كان من الصعب إنه نحكي معاها باعتبار حالتها النفسية السيئة. آمر وقتلنا شنو صار معاها في العامين اللي عديتهم محبوسة في دار فاطمة. مشيت بهذا لسه مش عاملة هادي كيف صحبتي خلص مشيت وقالت لي أنا خليها بعدين مش عاملة في الدار وطلبت الماشي وخلص يا أخي بس جيب فرجال للدار وطعنا فيه وطرف فيه وحبنا بسيف وجيب لنا صار بيحم واشتغل عليهم فلوس. أنت مدام معنا يقول حبلت بعت لك صغيرك؟ حبلت زوز صغار. أنت بعت لك زوز صغار؟ أي عام 2020 جابت لي صغير دولو عام 2020 صغير مرجالة دوم تجيب لي فيه ماي من رجال معنا هذو معنا كنت تولد عن طريق الرجال اللي كانت تجيب فيهم هي بالفلوس معنا باش أي ما حاولتش تهرب مدام ما حاولتش تهرب فيه بلان فاضح أنا في المرأة. التعنيف كيفاش يصير مدام؟ كيفاش يصير التعنيف؟ بالأعصاب أي نوع اللي بدها تضرب فيه على راسي أصلا والتليفون تفكوا أصلا من باش نجي نتصل بأي مرض ولا عقد مرض مبلي خلينيش نمشي ولا نتصل بأي حكاية. معناها أول حاجة تعملها أنا تفك لك تليفونك وبطاقات التعريف نتاعك معناها هذه أول حاجة. أي بطاقة التعريف أكثر هنا أكثر. أبري قداش العباد اللي الرجال اللي كانت تجيب فيهم في النهار معناها قداش؟ مخصمون 7-8 سبعة ثمانية في النهار يلزمك انت تمارس معهم الجنس هذوما؟ ايه باش نحضر ويتبيع الصغار. مادام بإرادتك ولا بالقوة معناها؟ بالقوة بالضرب راهو. باش أنا تعطيني تريح الضرب. جيهان طاحت في دين عصابة للاتجار بالأشخاص. معلوماتنا تأكد إنه عندها سنين تنشط في الهوارية. ضحاياها 5 نساء صاروا لهم كما صار الجيهان. حبسوهم أجبروهم على ممارسة الجنس يومياً مع رجال يجيبوهم لهم منعوهم من تناول حبوب منع الحمل وأول ما يحبلوا ويولدوا يبيعوا لهم صغارهم. أي نعم 3 صغار باعتهم فاطمة والرابع إنجاب عجوبة. العصابة هذه متكونة من 8 أشخاص. فاطمة هي رئيسة العصابة. منيرة مهمتها تدور على محطات اللواجات والكيران بقليبيا والهوارية وتفركس على نساء لزتهم الظروف إنهم يباتوا غادي. سمير كما سميناه مهمته جلب الرجال لممارسة الجنس بمقابل مع البنات اللي يحصلوا في ديهم. عادل كما سميناه هو أخو فاطمة رئيسة العصابة مهمته إنه يعس على البنات باش ما يهربوش ويعلم فاطمة بأي تحركات أمنية. دلال كما سميناها مهمتها تفركس على عائلات ما يجيبوش صغار باش يبيعوا لهم الرضع أول ما يتولدوا وأطراف أخرى كل واحد والمهمة متاعه. اللي صار مع جيهان صار مع سمر بنية قاصر عمرها 17 سنة. أختها طردتها من الدار وتلزت إنه تبات في محطة الكيران بقليبيا. كيف كيف طاحت بها منيرة وأقنعتها إنه تهزها لمراثيقة وطيبة وتسخف على الزواولة تسكنها وتخدمها عندها في الدار وتعطيها شهرية. سمر فرحت برشا ومشيت عينيها مغمضة باعتبارها لقات سكنة وخدمة في نفس الوقت. فرحت بها نهار الأول والنهار الثاني فكت لها بطاقة تعريفها وتليفونها. وأجبرتها بالقوة وبالضرب والتعذيب إنها تمارس الجنس مع رجال يجيوا يوميا لدار فاطمة ويخلصوها في فلوس. بين 10 و14 شخص سوى توانسة ليبية جزائريين وحتى أفارقة. وبالطبيعة ممنوع عليها إنها تاخذ حبوب منع الحمل. 4 سنين كاملين عدتهم سمر على الحالة هذيك. النهار تستغل فيها في الثانية وفي الليل داخلة خارج عليها الرجال. كل محاولات هروبها من الدار باءت بالفشل ووصلت حبلت. هذية بوه توفى وخليها وحدها مسكينة ما عندها حد. وكل عادة جابت لها مرأة تحب تشري صغير وأجبرتها هي زادة إنه تمضي على وثيقة تنازل على الرضيع للعائلة اللي باش تاخذ. وأول ما ولدت سمر جات العائلة
هزت الصغير وقبضت عليه فاطمة الفلوس. إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني فرقة جديدة خدمت على الموضوع على إثر إشعار جهة، وتمكنت الفرقة في 2022 من أنها تطيح بأفراد العصابة، واحدة من أخطر وأغرب القضايا اللي عاشتها تونس، تحويل وجهة إنسان، احتجازهم، إرغامهم على ممارسة الجنس بالقوة وتحت طائلة التعذيب، يجبروهم إنهم يحبلوا بالسيف عليهم، وكي يولدوا يبيعوا لهم صغارهم. هذا اللي صار مع 5 بنات ضحايا العصابة هذه، 3 رضع تباعوا والرابعة تباع، أما تم القبض على العصابة قبل ما يخرج من السبيطار. شفتوا إذن هذه التفاصيل المذهلة على هذه القضية، الحقائق الأربعة يتبع فيها من 2022 إلى أن انتظرنا صدور الأحكام فيها، بما أن وقع إلقاء القبض على هذه العصابة وصدرت فيها أحكام متعلقة بزميمة العصابة خاصة ومساعديها. المعطيات اللي عنا تقول وأنه رئيسة العصابة هذه حكم عليها بالسجن 10 سنوات من أجل جملة الجرائم اللي اقترفتهم، وسنوات متراوحة أخرى بالنسبة لأعضاء هذه العصابة. موضوع باش يحكيوا فيه بأكثر تفاصيل، نحاولوا نحلوا الإجرام البشري لوين ينجم يوصل مع ماتر هدى حميدة. مساء الخير ماتر. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا، شكرا على تلبية الدعوة. قبل ما نجيك ماتر باش
نفهم ونفركوا مع بعضنا جملة التهم اللي هذه معناها عندها كتاب متاع تهم العصابة هذه مش تهمة وإلا اثنين. أيمن معتوق وانت تبعت هذا الموضوع منذ انطلاقه، وشو التهم اللي أوقفت على إثرها هذه العصابة؟ التهم اللي توجهت العصابة هذه هي الاستغلال الجنسي والاقتصادي للضحايا الخمسة بنات هذوما، إكراه النساء هذوما على الإنجاب خارج إطار الزواج، والاتجار برضع حديثي الولادة اللي هما ثلاثة رضع تم بيعهم، والرابع يعني هو اللي نجاب عجوبة يعني تم القبض على العصابة هذه. مازال ما مشاش للناس اللي شراوها، خلينا نقول مازال في السبيطار، في وسط السبيطار الناس باش تسلموا في وسط السبيطار، وتم القبض على العصابة هذه. هذه تقريبا جملة التهم. واضح، وهك باش تعطينا بعد شوية فكرة على الصغار، خاطر سألنا على وضعية الصغار حتى اللي تم المتاجرة بهم شنو وضعيتهم. أتو نرجع لك أيمن، متر هدى حميدة، الاستغلال الجنسي والاقتصادي كيفاش يعرفوا القانون؟ هذه التهمة الأولى مثلا اللي توجهت للعصابة وخاصة زميمتهم. خويا حمزة، خلينا نقولوا أنه الاستغلال الجنسي والاقتصادي مش الخطورة لهنا باركة، احنا نحكيو على عصابة تكوين وفاق فيها المجال هذايا، يعني احنا ما حناش نحكيو على جريمة تقليدية، وإنما جريمة حديثة تهد الأمن القومي، تهدده والاجتماعي. خاصية الجرائم هذايا أنه جرائم أخلاقية، جرائم جماعية، ما حناش نحكيو على جريمة ترتكب بصفة ثنائية أو بصفة فردية، وإنه هالجرائم هذه تصنف من قبيل الجنايات، يعني العقوبة السجنية فيها من 5 سنوات سجن فما فوق. الخاصية الثالثة كونه أنه التعامل القضائي مع الجرائم هذه يكون بصفة متشددة وصارمة. علاش؟ لأنه الضحية عنا لهنا في حالة استضعاف كما وردت بالقانون، وفي حالة استعباد. يعني احنا حتى قانونيا باش نلوجوا لهنا، تم في الجريمه هذه تم العثور على الفاعله الاصليه في الجريمه، لكن في اغلب الحالات وفي اغلب التطبيقات القضائيه يصعب العثور على الفاعل الاصلي، لانه غالبا ما يكون شخص معنوي، نجموش نعرفوا شكون رئيس العصابه. زاده كيفاش نجموا نهتديوا له؟ احنا عن طريق المسيرين او المسهلين لارتكاب الجريمه هذه، واللي نلقاو الأساس القانوني متاعها في قانون متميز، القانون التونسي، شرعنا القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وخلينا نقول خويا حمزة أنه القانون كان الهدف متاعه واضح منذ الفصل الأول، منع الاتجار بجميع الأشخاص، وحط على سبيل الحصر والتحديد خاصة الأطفال والنساء، لأن الفئة هذه فئة مستضعفة وتتمتع بحماية قانونية خاصة قصوى. وي قصوى. نعم. أنا استغربت شوية وحنا نحضروا في هذا الموضوع، سلتوا حتى أيمن قلت له تو بعد نثبتوا مع المتر، فما حاجة في القانون التونسي إكراه النساء على الإنجاب خارج إطار الزواج يجرمها القانون التونسي؟ الإكراه مجرم طبعا من طرف القانون التونسي، لكن هذا يبقى التجريم مع النشي نص خاص، لأنه التكييف القانوني يختلف بحسب التكييف القضائي، يعني في كل ملف فما عقوبة، وهذا يبقى الاجتهاد المطلق والأقصى للقاضي في تقدير العقوبة. علاش؟ على خاطر مثلا في الوضعية هذه نلقاو أنه الفصل 8 من القانون يقول أنه العقوبة الاتجار بالأشخاص هي 10 سنوات سجن مع 50,000 دينار خطية، ونلقاو زادة عقوبات أخرى أساسها بالأساس في الفصل الأول والثاني والثامن وفصل 23 و24 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016. لكن علاش خويا حمزة ما نجموش نلقاو نص موحد ينطبق على جميع الحالات أو عقوبة موحدة؟ لأنه بكل إيجاز وبكل سهولة بكل بساطة، مثلا احنا تكوين وفاق اللي جرمه المشرع في مجال الاستغلال الجنسي والاقتصادي ماهوش نفس العقوبة لتكوين وفاق في مجال الجرائم الإرهابية. كيف العقوبة المسلطة يفرق الوفاق من طبيعة الجريمة، وهو كذلك تكوين الوفاق في مجال مثلا طبيب الأموال ماهوش نفسه في مجال الإبحار خلصة. يعني لهنا نلقاو التكييف يختلف من نص إلى آخر بحسب الوفاق هذايا وين موجود وفين الوقائع موجودة. هذا من ناحية.
من ناحية أخرى نبقاو ديما نقولوا رانا ما ننزلوش على سلم الجنايات. وي. في كل الجرائم راهو العقوبة السجنية من 5 سنوات سجن فما فوق. الحالات الاستثنائية اللي نجم نقولوا فيها واللي صعيب برشا القاضي ينزل بها على العقوبة، فما نص خاص أكيد فصل 53 فما ظروف استثنائية، وزادة فما امتياز قانوني أعطاه المشرع لكل مخبر على الجريمة هذه يجي شخص يقول راهو فما تكوين وفاق وراهو فما عصابة، ويمشي يشعر السلطات القضائية والأمنية لهنا يولي ما يتعاقبش، لكن حتى ولو كان موجود ضمن هذه العصابة في وهو لون. كذلك ما يتعاقبش بشرط أنه يكون الإشعار قبل ما نبدأ أي محاكمة. داكور واضح. الفصل 134 ربيا. المجلة الجزائية واضح. خاطر باش يشجع الناس أنها تقوم بالكشف على هذه العصابات كما هذوما كيبداو مسكرين على رواحهم في ثانية مسيبة معناتها ما تنجمش توصل لها العينين، بالتالي يصعب الوصول لها. نرجع نسألك ماتر على الصغار بعد شوية في علاقة بالتهم اللي توجهت لهذه العصابة في علاقة بالصغار، لكن أيمن شو مصير الصغيرات؟ قلنا 4-1 خلطوا عليه قبل ما يتم تسليمه للناس اللي نعاود نقولها بربي يستروا عليها الشراوة. ما عنديش تعبير آخر. هذا الوليد هذا والثلاثة الأخرين شو مصيرهم؟ الثلاثة الأخرين تم تحديد هويتهم وتم تسوية وضعيتهم تقريبا الكل، ثم 2 تم تسوية وضعيتهم في إطار كفالة عن طريق عدل إشهاد، فما قاضي الأسرة تعهد بالطفل الثالث اللي قعد لدى عائلة استقبال أول ما تم استرجاعه. بالنسبة للطفل الرابع فإنه تم اتخاذ قرار بالتخلي النهائي للولاية العمومية، اليوم أصبح مكفول دولة في باب التخلي النهائي، يعني اليوم أي عائلة نجم تاخذه في إطار التبني أو الكفالة، لكن تم تحديدهم استرجاعهم العائلات اللي شراوهم وتم إعادتهم وضعهم تحت حماية القضائية، يعني وضعهم تحت حماية نوعا ما. هذا ما ينص عليه القانون ماتر في علاقة بحماية الرضع هذوما اللي وقع المتاجرة بهم. نعرفش كان سمعت قبل أنه في تونس هكا تباعوا صغار، وماذا حصل في مثل هذا النوع من القضايا أستاذ؟ يصير للأسف وتعتبر تكييف هذه طفولة مهدأ. طفل يتعرض للاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي، يعني نوع متاع بيعة وشريعة. جيت لهنا مجلة حماية الطفولة وعطاتنا عديد التدابير الوقائية باش نجمو نحكميو بها الطفل هذا المتعرض لهالنوع هذا متاع الاقتصاد الجنسي والاقتصادي، كما العائلات الاستقبال، كما مراكز رعاية الأطفال والطفولة. ولكن ديما نبقى نقولوا نفسية الطفل مهما كان صعيب باش يتخطى هالاعتداء هذا اللي صار. هذاك علاش نلقاو احنا المشرع يفرق في المركز القانوني في العقوبة حتى في المعتدي. مثلا ماهوش الشخص اللي انخرط في وفاق ياخذ نفس عقوبة رئيس العصابة ونفس عقوبة اللي استغل طفل دون سن 18 سنة. الفصل 132 من المجلة الجزائية عقوبة كل منخرط في تكوين وفاق أو عصابة تكون 6 سنوات سجن، بينما تشدد وتضاعف العقوبة إلى ضعفها وتولي 12 سنة بالنسبة لرؤساء هذه العصابات، وأيضا بالنسبة للأشخاص اللي تم استغلال في الجرائم هذه الأطفال اللي سنهم دون 18 سنة. واضح. حتى ولو هنا نحكيه على تجارة مباشرة، يعني هذوما وقع بيعهم كرضع، وقع بيعهم. هل الشاري بين ظفرين عنده عقابه زيد؟ طبعا. وكما قلنا خويا حمزه انه العقوبات تختلف بحسب الوقائع، شنو اللي صار بحسب القانون اللي موجود، وحسب هو في باله وما في بالوش، ما درجه النية. علمه حسن النيه سوء النيه، درجه النية. علمه بي بي بما حصل للصغار. وي هو حمزه حتى في الريبورتاج شفنا كانت كل ضحيه، كل امراه مش تجي معنا، فما امراه مخصصه في العصابه انها تفركس على العائلات اللي تحب على الصغار، كي تجيبهم كل واحده وش تقول لها؟ هذيك تقول لها راه رجلها حرق، هذيك تقول لها رجلها مات، وهي هذيك ربما ما نعرفش القضاء ايش باش يقول في الحكايه هذه، لكن حتى هي في النوع هذا كانت تتحيل حتى على الناس، حتى على الناس المستفيده بين ظفرين من هالصغيرات. على كل حال هذا الواقع نتاع هذه العصابه الكابوس، الحاجه الباهيه انه وقع ايقافها ووقع اذا حمايه الاربع صغيرات اللي قاعدين نحكيوا عليهم،
5 نساء هما المعلومين عنا في هذه القضية وأربعة صغار. شكرا جزيلا ماتر هدى حميدة على كل ما أفدنا به، يعطيك الصحة أستاذة. شكرا. حقائق الأربع متواصل، ناخذ فاصل سريع وراجعين مع بقية ملفاتنا لليلة. في الحقائق الأربع بعد الفاصل، أسمى 25 سنة، أم لطفل صغير ما تفرقوش في العادة، لكنها نهار 16 فيفري خرجت ولم تعد. الاختفاء المريب لأسمى الليلة في الحقائق. علقة بولدة شيء غريب، ما تخليش وما ما فماش. مش خاصني كنت طلع لي كما هكا، كنت طلع لي نموت، أنا ما نموت شيء، مازلت صغيرة.